المنارة أهمية تكثيف الجهود خلال هذه المرحلة في كافة المجالات، نوفر الجسر الجوي للمساعدات الإغاثية والإنسانية، وأيضا الجسر البحري لمفات الاحتياجات الخاصة بإصلاح ما تم إتلافه وإعادة الإعمار. وعندنا كل استعداد للوقوف بجانب الشعب اللبناني الشقيق، ولدينا الثقة الكاملة في قدرته على تجاوز هذه الأزمة من خلال إجراءات استثنائية في كافة المجالات.